موعودنا دائما للوقوف عند كوكبة من الأبطال المبدعين أصحاب الإنجازات الكويتية اللامعة، فاليوم وبكل فخر تداول نشطاء منصة تويتر صور اللاعب الكويتي صالح عبد العزيز الحداد عبر هاشتاغ صالح عبد العزيز الحداد، والذي حقق المركز الأول في مسابقة الـ 60 متر عدو في بطولة سوبر كراك في بلجيكا، محققا زمنا قدره 6.92، علما بأن الحداد هو صاحب الرقم القياسي بزمن 6.78. وللمزيد من التفاصيل كان لنا اتصال مع البطل اللاعب صالح الحداد، والذي أفاد بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم اللاعب صالح عبد العزيز الحداد، لاعب نادي القادسية الرياضي وبطل آسيا في مسابقة الوثب الطويل. شاركت أمس في سباق 60 متر عدو في بطولة السوبر كراك التي أقيمت في مدينة أنتفيرب البلجيكية، وحققت المركز الأول بزمن 6.92 جزء من الثانية. يعتبر هذا الرقم طبعا ممتاز كبداية موسم، علما بأني صاحب الرقم القياسي الكويتي ب 6.78 جزء من الثانية، ولكن يعتبر الرقم ممتاز تحضيرا للبطولات القادمة بإذن الله.